السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. اليوم إن شاء الله معانا عطل جديد في شاشة معانا هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. الشاشة اللي موجودة معايا دي شاشة أوكي ستار، شاشة 65 بوصة. الموديل بتاع الشاشة موجود معايا، طبعا الشاشة مقلوبة اللي أنا فككها ومجهزها على الشغل وفيها عطل إن شاء الله. هو المشكلة فيها مشكلة صوت، الشاشة مش شغالة صوت نهائيا. هنيجي كده حضراتكم هنروح للوسايط. انا حاليا مركب فلاشة في الجهاز، الشاشة دي اندرويد سمارت 65 بوصة. هبدأ اروح للوسايط كده، هضغط اوكي شغل اي فيديو، انزل على فلاشة تحت بالاسفل، ابدأ اختار اي ملف، زي ما واضح قدام حضراتكم الشاشة اشتغلت لكن مفيش صوت. انا رفعت الصوت للآلة النهاية اهو، مفيش اي صوت موجود معايا على الشاشة. منين؟ في خطوات لازم تعرفها في عطل الصوت، فهنشوف مع حضراتكم، تابعوا معانا. ابدا افصل الشاشة باور، طبعا الشاشة حجمها كبير لازم تبقى حريص جدا فتتعامل مع الاحجام الكبيرة دي، يعني اي غلطه فيها يعني بتكلفك كتير، وهي معرضه للكسر بسهوله عن الاحجام الصغيره كمان، يعني حجمها كبير الشاشه تقيله فمعرضه للكسر. اول شيء كده اول ما يجي لك عطل صوت زي كده في كذا خطوه لازم تتبعها. اول شيء عندك مخارج السماعات للسبيكر، هبتدي اشيك على الاثنين سبيكر دول، السماعتين دول، اشوفهم شغالين او مش شغالين. شغالين تمام. بعد كده المرحله الثانيه ببدا اختبر، شوف جهد تغذية اسيوس صوت موجود عندي ولا مش موجود، لقيته موجود خلاص بعدي المرحلة دي. بعد كده ببدأ يعني مثلا لو عندي السبيكر شغال، السماعات شغالة الاثنين، ببدأ اضع صباعي كده بجانب اسيوس صوت، لو سمحت اي زنة كده يدل على ان اسيوس صوت شغال وكل حاجة عندك شغالة، لكن عندك مشكلة تاني ممكن تبقى من المعالج، اشارة صوت مش خارجة من المعالج لاسيوس صوت. دي المرحلة التانية. بعد كده ببدأ اركب سماعة هاند فري 3.5 ملي، سماعة عادية هنا في المدخل ده، وبجرب وبشوف انا بسمع صوت في اذني ولا بسمعش سماعة اذن. لو لقيت صوت عندي يبقى احتمال عندك المدخل ده اللي فيه المشكلة، لان المدخل ده طبعا انتوا عارفين حضراتكم لما بركب فيه سماعة هاند فري بيفصل الصوت عن السماعات الخارجية دي، فلازم تاخد بالك من النقطة دي. فأول حاجة هنعملها دلوقتي هنبدأ نفحص الاثنين سبيكر شغالين او فيهم مشكلة. معايا هنا مالتيميتر معايا على وضع البزر، كده معايا، وببدا اخلع شيلد او جاك السماعات وببدا اختبر. طبعا هنا معايا ده سماعتين، كل جنبين سماعه، السلك الابيض والاسود ده سماعه والاسمر والاحمر ده سماعه. يبدا كده اثبت هنا كده وبقيس على الجنب التاني ده، مفيش اي شيء مش مديني اي صوت، المفروض هنا يديني بزر زي كده. السماعه التانيه نفس الوضع مش مديني اي صوت على الجنبين بتوع السماعات، المفروض بيديني بزر. فلو جبت سماعتين كده سلام ونقيس عليهم ونشوف، دول اتنين سبيكر اهو، دول سلام ما فيهمش مشكله. لو جينا فحصناهم زي ما فحصنا كده السماعات دي على وضع البزر، زي ما انتم سامعين كده بزر، جرز وده جرز اهو. ده اختبار السماعات، دي اول شيء بتبدا بيه. بعد كده بتبدا تختبر جهد التغذيه لاي سي الصوت. هنا المفروض بيجي لك يا اما جهد 12 فولت يا اما 25 فولت. طبعا هنا مبدئيا عندي السبيكر تالف، لازم نستبدل السبيكر، اجرب السبيكر الثاني واشوف لو الصوت اشتغل معايا تمام مفيش مشكله. ببدا خلاص يبقى غير الاثنين سبيكر وخلص خلصت المشكله عندي، لكن الاثنين سبيكر ما بيتلفوش بسهوله. السبيكر بيتلف من اسيس صوت، من هنا ممكن اسيس صوت حصل فيه شورت او شيء، طبعا بينقل الفولت في بعض الاوقات بيوصل الفولت للسماعات نفسها
بيبتدي يتلف السبيكر او بيبتدي يتلف السماعه، فاحتمال كبير بيبقى عندك اي سي صوت تالف. طبعا انا كان عندي فعلا اي سي صوت تالف، فاستبدلت اي سي الصوت، لكن طبعا باقي معايا السماعات. فانا حبيت اشارك الفيديو مع حضراتكم بخطواته، لان كان الفيديو التاني طويل، فهنبتدي نستبدل السماعات ونكمل الفيديو بتاعنا. طبعا اي سي الصوت عندي شغال، هنيجي كده لو جينا اختبرنا جهد اي سي الصوت، هوصل باور عشان تعرفوا برضو الخطوات بالترتيب، ونشوف جهد اي سي الصوت. اي سي الصوت الجهد بتاعه بيبقى دايما على مكثف بجانبه كده، في مكثف اكبر مكثف هتلاقيه بجانب اي سي الصوت. يعني عندي هنا مكثف اهو، هتختبر على المكثف ده او تشوف المكثف ده. فهنبدا نقيس هنا على المكثف ده الاول، ده كده اشوف الجهد اللي موجود معايا على النقطه دي، موجود معايا 25 فولت زي ما واضح قدام حضراتكم كده. دي الخطوه الثانيه اللي انا اتبعها، لو السبيكر عندك سليم ابتدي قيس جهد اللي موجود لداخل اي سي الصوت. بعد كده هتجيب سماعات هاند فري وتبدا تختبر تشوف في صوت خارج عندك او مفيش. دي المرحله الثالثه في مدخل الهاند فري ده اللي هو 3.5. لما ده احتمال بيبقى في مشكله او شيء، فبجيب سماعات زي كده، سماعات هاند فري مدخل 3.5 زي كده، ببدا في مدخل الصوت هنا وبوصل السماعات بتاعتي، وببدا اشوف طبعا انا بشغل شيء علشان اتاكد، وببدا اشوف انا بسمع صوت هنا او ما بسمعش. لو لقيت صوت موجود معايا هنا يبقى عندي العطل هنا في المدخل اللي موجود معايا ده. ما لقيتش صوت، احتمال بقى 90% عندك المشكله عطل في اي سي الصوت هنا، هتبتدي تستبدله. طبعا في الحاله دي انا عندي السبيكر تالف، فالمفروض انا هستبدله والشاشه تشتغل معايا مباشره، لكن طبعا اي سي الصوت ده كان محروق، انا استبدلته. بتبدا تستبدل اي سي الصوت، ولو الشاشه اشتغلت معاك خلاص مفيش مشكله، ما اشتغلتش معاك احتمال كبير يبقى عندك مشكله في اشاره المعالج من هنا مش واصله ليه اي سي الصوت، او مشكله عندك في السوفت وير، السوفت وير احتمال يعمل معاك المشكله دي. فحضراتكم هنا يعني حاليا انا السبيكر تالف معايا، هبدا استبدل السبيكر الاثنين سماعة ان شاء الله والشاشة تشتغل معايا مفيش مشكلة. وزي ما واضح كده الصوت شغال تمام مفيش مشكلة فيه، والصوت نقي مفيش أي مشاكل. طبعا بعد ما استبدلنا الله ينور يا باشمهندس، طبعا شغلك بالعراق روعة صراحة، يعني أبدعت بالعراق حبيبي أبو علي، يعني شغلك أذهلت الآخرين، وهذا إشادة مشيت بيها. يعني شغلات معقدة، فنيات، أمور معقدة، أنت بفنك وبخبرتك يعني بتوصل لها يعني زي المي، بتقول ايه في مصر والله مش عارف. زي الفل. يعني زي الفل، يعني قشطه. حبيبي يا ابو علي، حبيبي ربنا يبارك فيك، والله ده فضل من ربنا، يعني انا معلومات احنا ما بنتعلم لسه، ده فضل من ربنا يا عم. اوعى تصدق والله، ورب مبدع مبدع مبدع، ده يعني فنان فنان راقي. حبيبي يا ابو علي ربنا يبارك. افصل الشباب. طبعا كل شيء عندنا بيبقى ليه مراحل تتبع للعطل، واهم شيء انك انت تتبع العطل بالطريقه الصحيحه عشان تقدر توصل للعطل عندك بسهوله. ده هنا السبيكر اللي راكب في السماعه في الشاشه 65 بوصه، يعني الشاشه بس سعرها هتلاقيها عالي. شوف السبيكر عامل ازاي، حاجه صغيره خالص يعني. ما طبعا هي عشان يصير صوت برضه حجمه صغير، لكن المفروض بيبقى حاجه اكبر من كده وصوتها يبقى اضخم، يعني الشاشه حجمها كبير. راح افك السبيكر الثاني. طبعا عندي هنا في اثنين سبيكر اهو تقريبا، يعني مش عارف ده هتشتغل مكان دي او مش هتشتغل، هنشوف مع حضراتكم. لو دي جت مكان دي هنركبها ان شاء الله. طبعا ما عنديش جديد، افك الجنب التاني. مع حضراتكم دي السماعات اللي لقيتها. طبعا في حاجة، السماعات دي هتركب طبعا، المفروض دي في علبة هنا، دي 8 اوم، دي نفس الوضع معايا 8 اوم، الاثنين نفس قيمه الاوم، فالصوت هيبقى واحد مفيش مشكله فيه زي ما انا قدام حضراتكم. دي 8 اوم ودي 8 اوم. طبعا العلبه عندي هنا، علبه العلبه اللي راكبه فيها السماعه دي برضو هتقوم بوظيفه العلبه اللي موجوده معايا هنا دي، هيبقى الصوت يعني كويس مفيش فيه مشكله. المهم الاوم عندي الاوم نفس الاوم، فانا هبدا اوصل السماعه دي واركبها ان شاء الله. وكان كده انا ركبت السبيكر مكانه،
لكن في نفس القاعدة طبعا هيتسجل. وزي ما واضح كده الصوت شغال تمام، مفيش مشكلة فيه، والصوت نقي مفيش اي مشاكل. طبعا حضراتكم كده مش هنطول على حضراتكم الفيديو، طبعا زي ما شفتوا في الفيديو انا حبيت اسلسل الخطوات اصلاح الصوت زي ما شفتوا كده. فهي الطريقة دي اللي انا بشتغل بيها عامة، او معظم الفنيين ممكن بيتبعوها الله اعلم، بس دي طريقتي في اتباع عطل الصوت. ياريت نكون افدناكم في الفيديو ويكون الفيديو افاد حضراتكم. ولينا ان شاء الله ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده، ونختم كلامنا زي ما تعودنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استودعكم الله، انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله على قناة ابو دنيا الكترونيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.